من نموت روح الجنة أخذ أخواتي معي لأن هنيك من نام دفياني مش على الطريق. تبكي بكي يا الله دخيلك الحمد لله نزل تهزل بآخر تليش دير بالكم علي دي بحنا البرح نحن متعودين هيك على البرد والله جدي ما عندي حظا ما خليت تجيب ما خليت شيء نحن كنا أولاد عز أولاد كرم كل شتوية أوضاع إنسانية مأساوية عم يعيشوها الناس بالمخيمات بس الأصعب من كل هاد أنه في مخيمات عم تبرد وتجوع وتتوجع بعيد عن وسائل الإعلام وبدون ما حدا يعرف فيها زرنا اليوم أحد المخيمات بريف اللاذقية شفنا أوضاع ما ممكن تخطر على البال معاناة وأوجاع راح نحاول أنه نحكيها السلام عليكم مرحبا يا أختي أهلا أخي الله يعطيك العافية الله يعافيك يا رب كيف هالشتوية معكم؟ الشتوية صعبة كتير كتير بالخيام القعد بالخيمة كأنه قاعد بالسجن يومي وأصعب من السجن من ناحية الخبز من ناحية الحطب الحطب أهم شيء أنا أولادي أربعة معهم ربو أطفال من ريحة رطوبة عم يختنقوا بالليل والله العظيم وقت اللي بيمرضوا ما عنا بدهم جهاز الرزاز بطارية ضو ما عندي عم بدرسهم على ضو القداحة تخيل لوين ما شاء الله درسيهم كمان بدرسوا إيه والله من الأوائل صف أول عندي هاي صف ثاني مرحبا عمو مرحبا انت شطورة؟ أي صف انت؟ تاني صف تاني؟ شطورة ولا كسلان؟ لا شطورة شطورة كتير ولا شوي؟ كتير شنطة على المدرسة ما عم بقدر جبلها اسألها شو أمنيتها بالحياة هلأ كل أولادكم هيك انتوا أمنيتكم؟ شو أمنيتك بالحياة عمو؟ شو بتتمنى؟ أتمنى موت وروح الجنة أخذ أخواتي معي لأني هنيك من نام دفياني مو مثلهم من نتغطى بالحرامات وما مننام بالبرد أولادكم هيك بيتمنوا يموتوا بتقلي يا أمي ليش إخوة ليش رفقاتي كلهم بياخدوا معهم تفاحة وموزة إلا نحنا ليرة ما بقدر أمن لهم عن المدرسة بيروحوا لهون عند الدكان لحتى يشتروا أما الله يطول بعمرك ونحن ما لازم نحكي هيك الحياة حلوة ولازم نعيشها أكثر جواب صادم سمعته بحياتي عن أمي الطفل هو هذا الجواب لأكم أنتوا هيك بيتمنوا كنا بالأول نحتفل ليوم الجمعة نحتفل فيه يعني نجتمع نحن والعيلة ونجيب الخبز وناكل سوا هلأ يوم الجمعة صار عنا كارثة نحن ما بدنا نأمن لهم مثل بيجي ابنك بيقول لك أعطيني مثلا بدنا ناكل بدنا نفطر ما في حق خبز تخيل لوين الخبز ولا ليرة على المدرسة مصروفه ولا شنطة ضلت شنطتهم مهترية لحتى من البالج بتلن إياها تخيل يعني لوين ليكو ولعبتهم صيفي صيفي لهلأ ما قدرت اشتري لهم بعبوش مين ما كان عم بيشوفني يشوف هذا اللي عنا هذا الموجود هون بطبخ مع انه معهم ربو اطفال هداك اليوم على المشتهين بطاطا مقليه اجيت قلت لهم اياها هون على الصوبيا مرضوا الاربعه الله وكيلك ما عم بكذب عليك بحرف لو حطب عود حطب يدفوا عليه حرام والله العظيم حرام ما حرام هدول الاولاد يدفوا على الكراتين ولا تروح بنتي عمرها 4 سنين تروح تلم كراتين بس يا ماما مشان تحمميني طمنونا عنكم كيف هالشتوية؟ والله الحمد لله رب العالمين برد غذاء ما في كسوي ما في يعني كتير كتير الأوضاع صعبة وين حضرتك خالي؟ من ريف اللاذقية وشو صار لك متهجرة لهون؟ إن شي 9 سنين والله الساعة 12 بالليل ما كنت نايمة جري كيف حطهم بالفريزة خفت ما يوقف قلبي بالليل والله معي القلب والله عدة مرات يسعفوني على المشافي عم بيصير معي ضيق نفس وما عم بحسن اتحمل والله كم عود حطا بيشتريهم مشترى أخوي والله أحيانا نايلو أحيانا بلاستيك بكسر من هدون الدروجي لحتى نولع الصوبة الفحم اللي عم يجي هذا عم بيضايقني بس اطلع من الخيمة ضل حيطة القمامة والحمد لله رب العالمين نحن كنا أولاد عز أولاد كرم عم سلام عليكم ما شاء الله شو هالاختراع هذا؟ هذه والله بتشغلها على الحطب على النايلون يعني شايف في شريط كهرباء طالع منها ايه بطارية بتشغلها على البطارية إلا مروحة صغيرة ايه ومشغلها المروحة المروحة بتشغلها يعني ما بيصير دخني ما بيصير إزعاج منها فيها يعني عم نشتغل ليك بالحطب بالعفش بنشغل لحتى نطبخ عليها وناكل يعني نطعم الاولاد شو صار لكم هون بهي الخيمه؟ صار لنا عن 9 سنوات متهجرين من جبل الكرات ما في امل بالرجعه؟
والله منقول إن شاء الله. إن شاء الله الكل منرجع ومنرجع مرفوعين الراس يا رب. مطلبنا السترة ولقمة العيش وما بدنا شيء. الله يفرج عنا كلياتنا وربنا إن شاء الله بردكم على بلادكم ومزوركم بلادكم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية يا رب. مرحبا يا خالي. الله يرضى عليك، الله يوفقكم، الله يجيب لكم الخير. دير بالكم علي، دي بحنا البلد لا حطب لا خيمة مثل العالم، وعندي هالعاجز عاجز دبحني يا ابني، عاجز دبي جوعانين عطشانين، والخيمة دخان متت من الجوع يا ابني متت. شوفوها وين ولشي. وين انت؟ انا من الكفير يا ابني. شو صار لك هون بالخيمة؟ صار لي يجي سنة والله حطب ما عم تخانة الشادر ولا لقمة، ما رقعوا مني نحط له مني من جوا. برد برد كتير هاي الشتوية ما هيك؟ برد نعم هي والله، ما عندي حطب، ما عندي لا زلمة ما زلمتي، وما عندي غير العاجز. دابحني دبح الله يوفقكم، ديروا بالكم علي. شد عمري؟ عمري 73. إن شاء الله العمر كله يا رب. العمر لكم إن شاء الله يا حبيبي، وإن شاء الله هيك يا ربنا يبردكم على بلادكم. إلهي يا رب يطعم كل شيء يطعمني، دير باركم علي باركم علي. مرحبا يا حجي. صباح أهلين يا عيني. كيفك يا خالي؟ إن شاء الله خير. أهلين يا قلبي. الله يسلمك. من وين أنت حجي؟ أنا من ناجي. من ناجي، شو صار لك هون؟ قولي من يوم هالثورة اللي بجت تبعتني. كيف هالشتوية معك؟ هالشتوية قاسي شوي. أوخ يا قلبي والله يبوت تفرج علي. لا لا ما عندي نت في الكهرباء والله الحمد لله من عند جيروني. عشو عم تدفي؟ عشو عم بتدفى؟ عمال كلمة مرقها الوليدات بشتري لي منهم بقى بخمس ورقوت بعشر ورقوت، ما خليت تجيب ما خليت شيء تفرج. الله يرضى عليكم. انتو مين عايشة هون خالي؟ وحدي بس أولاد ابني بيجوا بيناموا عندي، هو قاعدين بهاك المخيم. ما شاء الله عامل زريعة وقصص هيك حوالي الخيمة. ايه بحب الزريعة والله كثير. الله يوفقكم. الله يسلمك. كنتوا تزرعوا زريعة بالبيت؟ بالناجي كان عنا تفاح وعنا خوخ وعنا كل شيء الحمد لله. كان ما بقى عندي غير ولدين، راحوا لي ثلاثة، لسه اثنين عندي. كيف استشهدوا امتى؟ والله في هالثورة ما شفهم غير جايبين لي اياه، والحمد لله كتر خير الله. الله يخلي لك اياهم يا رب. الله يسلمك. وان شاء الله الله يرحم ابنائك الشهداء وان شاء الله شوف عقلك بالجنه ان شاء الله. الله يسلمك، الله يطول عمركم، والله يخلي شبابكم، والله ييسر عليكم. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير؟ الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافيه. كيفك مع البردات؟ عم نموت الحمد لله من البرد، والله برد. بعيد الشر عن قلبك. برد. من وين حضرتك خالي؟ أنا من جبل الكرة. شو صار لك متجر لهون؟ 7 سنين هون بالمخيم، وقعدنا بغير مخيم، وتجرنا أول شيء على لاطغية، ورضعنا طلعنا عجل بلي إذا بتسمع فيها ضيعة، قعدنا فيها 4 سنين، وردينا جينا لهون هلا 7 سنين هون، شوف على حالتنا. عشو عم تدفوا؟ ما عندي مازوت لقاعدي على هون كان ابني. صوبتك مطفية لك؟ إيه والله مطفية. كيف الوضع هيك؟ كيف كان الوضع بالضيعة وكيف هلا؟ شو بالضيعة؟ جني الضيعة تجاه هوني، ضيعتنا جني والله. يعني الحمد لله عنا رزق وعنا بيوت وعنا كل شيء، وتركنا ومشينا، أولادي راحوا استشهدوا ثلاثة، ما عندي بقى غير هذا. كيف استشهدوا؟ واحد بجبل الكرات فوق بسلمة، واحد بالحفة وقت علقت بالحفة إذا سمعون فيها، وواحد على الموتور ضربته السيارة، يعني كمان شاهد بينعد. الله يتقبلون يا رب، إن شاء الله يكشف عقلكم بالجنة. الحمد لله رب العالمين، يعني شايف وضع صعب كتير. شو أكتر شيء بتتذكري هيك بالجو البارد؟ أكتر من هيك نحن ما متعودين هيك على البرد، ما متعودين هيك يصير عنا برد مهلقد، وعنا كان حطب ما تباخذنا نحط بهالحطبة هون من نيم ديجي كيلو بليرتين ونص وشحميته، والله العظيم ما بيلحق يا عمري. الله يفرج يا خالي. شو بتحب تقولي؟ شو بتحب توجه رسالة؟ الله يفرجها على الجميع يا الله، وإن شاء الله الخير للعالم كله. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ عبودي. كيف الوضع؟ كيف هالشتوية هوني؟ والله منيحة. شد عمرك انت؟ 10. 10؟ شو صار لك هون بالمخيم تتذكر؟ ايه والله 7 سنين. 7 سنين؟ يعني كان عمرك 3 سنين وقت جيت. ايه. كيف المعيشة هون؟ كيف البردات؟ والله بردات كتير، برد كتير. سلام عليكم. هوني والله. مرحبا عمي. اهلا عمي يا هدى. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الله يجزيك الخير يا هدى، الله يبارك فيك. يا رب. ايش حالك؟ خير ان شاء الله. شبه؟ والله ضربنا بالمجال، عم نجيب نشغله بدنا ندفى. وانت عم بتقطع حطب؟ اي والله.
عليك العافية إن شاء الله. من وين حضرتك عمي؟ من جبل الكراد. من جبل الكراد. شو صار لك هون؟ 7 سنين. كيف المعيشة هون؟ كيف البرد؟ يعني أسوأ من هيك، من البرد ومن الشتاء ومن المطر وشوادير، يعني قديم شادير. إيش الشتاء يعني؟ شو عم تدفوا حاليا؟ عشنا غيب على عندايلو. إيش بدنا ندفوا؟ إيش بيزيد عندنا تيب خربانات من الدفع دي هون؟ عشنا غيب، إيه ما في حطب ولا ما عندنا نشتري، يعني ما في نجيب نشتري من حطب ندفع. والله هذا حالنا، ليه مرونا حطب أخضر ريحان عشب هيك بنجيب ندفع عليه، ما في حل تاني. والله هذا حالنا. أنتوا مين ساكن عمي بال؟ والله أنا وزوجتي مرة كبيرة كمان يعني. الله يخليكم لبعض يا رب. يا أخي كنا بضيعنا يعني كل شيء من رزقنا من أرضنا، يعني ما في فقير، عارف كيف؟ الفقير عايش. هون لا حول ولا قوة. أنا مثل زكايتي مثلا عمري 70 سنة، طيب إيش بدي أشتغل تحت القصف؟ ما ديانا من البيوت، والله القذائف تنزل نحن قاعدين. ده وصل الجيش لنا، ما في بقى بيننا وبينه ضيعة، بس ضيعة. قلنا إذا السلل علينا بالليل مش نحن شيء، نحن وجينا تجرنا وجينا. وطال المشوار. والله وطال المشوار. مرحبا يا خالي. مرحبا. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم يا ابني. تفضل، هاي خيمتي يا ابني. كيف الشتوي معكم؟ والله شتوي، ما عندي حطب ويعني وألملي يعني، وشايف الوضع والله ما عندي غير رحمة الله، شايف بعينه. من وين أنت خالي بالأصل؟ نحن بالأصل من جبل الكروت، خالي السلمة. جوزي توفى هنيكي، قاعدين لحولي بخيمتي يا ابني. هون لحالك؟ اي والله لحولي. هو دفرغوتي وهذا مطبخي. هلا جابوا لي عدة حطب عم كسروا، ما في نروح على البر، عم برد كريم والله، عم برد. ايش بدي اسوي؟ غير جاز حرمات ما عندي، والله العظيم عم تغطى فيها نفنا. الحمد لله رب العالمين. استشهد زوجك بجبل بسلمة؟ لا، كانوا لي قبرنا ورزق برغولي، وانا قاعد لحولي من يوم اللي هاجرنا. والله ما نعرف، صار لنا اكثر من 10 سنين هوني، نقلنا عمل يعني بتعرف واحد. تشتغل الضيعه؟ والله منشتاق لله. والله قدمت يا ابني شكوتين ثلاثه، يا بتي جيبوا لي صوبه، جيبوا لي شمنكه، بيضحكون حاسني مره ارمني عفر كرمي، ماني غير الله. ما حرد علي، سويت عملي لعينك، ماني قدم الطلب ما ولا 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 شيء. اخباركم ان شاء الله؟ الله يحفظك يا رب. كيف هالشتوي معك؟ غير شكل. بردك يوم؟ اي والله برد. من وين حضرتك عمي؟ من جبل الأكراد. شو صار لك هون؟ يعني شيء 8 سنوات تقريبا. وعمر؟ أنا بحكي لك ظروف هالناس هي كلها اللي عايشة بالخيم هون، كلها بتعاني نفس المشكلة، وكلياتنا بنفس الضائقة، وكلياتنا عم نقضي يعني الله أعلم الظروف اللي عم نعيشها بهالحياة. تدفئة ما في، معدومة خيام، يعني بتعرف نحن من 2013 ونحن هون بهال، نتنقل من مكان لمكان، يعني خيام مهترئة، الناس بحاجة لحتى لقمة الطعام. نحن ما لنا عالي على حدا، ولا بنطلب ولا بنطلب المزلة لأحد. نحن يأمننا فرص عمل، فرص عمل له الشباب اللي عندنا هون، ونحن بنعيش بعز وكرامة. بس نحن الأمر اللي عم نعاني منه إنه فرص العمل قليلة ومحدودة في الظروف اللي نحن عايشينها. أطفالنا صدقا صدقا أطفالنا أحيانا ما بتنام الليل من البرد، بده يروح الطالب على المدرسة مثلا حتى نعلمه، إذا كان حتى المدارس ما فيها مقومات، وكلكم اطلعتوا على أطفال بنص كانون هلا لنهاية الشتاء وما في عود حطب يدفع عليه الطالب بمدرسته. كل الناس بتعرف الحياة اللي كنا عايشينها احنا، معلش احنا كحياة مادية ممكن يكون فيها فرق، أما كحياة معنوية وحياة مثلا بنعيش الإنسان بكرامة، هذا كانت مفقودة طبعاً عنا نحن، بتعرف أنت هذا الأمر. ونحن لهلا إن شاء الله ما خرجنا حتى نعود بحياة الذل، ما بدنا نرجع على حياة العبودية اللي كنا فيها مهما كانت الظروف. يا جماعة قد ما يعني قد ما الأوضاع مأساوية اللي عم نشوفها وعم نسمعها، بس قد ما في يقين مطلق بـ 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 بالفرج القريب، وقد ما في محاولة على الثبات على نفس الطريق. نحن ثابتين بإذن الله تعالى. قد عمرك عمي؟ 68 سنة. إن شاء الله العمر كله يا رب. والله عندي طابقين وعندي 6 أولاد. طابقين بالضيعة؟ والله طابقين، وعندي مشتري 15 لهم، 50 سنة معلم دهان هنا. والله طلعنا ما معنا شيء في الدنيا إلا تيبنا، إلا بنطلع على الجبل نجيب لنا ودين حطب بس ندفع عليه. بتدفعوا على الحطب؟ كنت أسألك كيف عم تدبروا حالكم بهالبرد؟ والله بقول لك مبارح 2 كيلومتر ليك الجبل. صوري جبل بعيد وراء الجبل شي 2 كيلومتر بنجيبه على كتفنا. جيبوا مشي؟ والله. وشوف عيشتنا، شفت في عينك على المخيمات والمي ما تجرى من هنا؟ هاي حياتنا. والله شفت يا عمي، شفت هاي حياتنا.
مرحبا عمي. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك ويبارك فيك. كم السلام. وين حضرتك؟ والله من الحمرات، من قريه الحمرات. لا هيك نسبها. ليك المياه شايف ليك كيف الدنيا مشر من المخيمات من البلا من. انا نسوي يا ابني والله العظيم، انا لهلق مره كبيره بحمل حملي من يوم جيت لهلق ما بنت تنزل عن كتفي ساعه، والله ببكي على الطريق لحتى اشبع. الوجع الركب ذبحني ذبح. عم تجيبي حطب؟ والله ما الي حربت الدواء، شد ربي ما لي حربت الدواء. الدين طمرنا والله يا اخ، 10 نفوس بالبيت يطلع كلهم جبنا اودن، والله بيجي من جيته بيشيلها مثل القتيل هون. والله دجاتي ما بحكي بقونا بليل منه بالوجع. تمشي على الطريق تبكي بكي يا الله دخيلك الحمد لله، لزلت هزلت باخرت ليش؟ انا علم المخيم كله بيعرف شو شايفين ده. شنو الاهل؟ الله كبير بيصبر، تسكت تصبر، بس صغير ما بيصبرك. والله بيروح الصبي يشهد الله شب صف عاشر. قال لي يا أمي بشتهي يا تاتا، والله بشتهي. هلا الشباب بيشتروا، أنا بندور هيك على حلي لحتى ما يشوفوني إني زليل، أنا زليل بيناتهم. إي والله بكيت بك لموت، ما بنسى على الشغلة. اللي بيحن علينا الله يحن عليه، هيك بطلبها من الله، بس اللي بيحن علينا يحن الله عليه. إيش وحياتها يا فضل نشرب فنجان قهوي. الله يوفقكم. بس عم تعزمينا القهوة؟ إي والله بعزمكم، والله بعزمكم بعيوني بعزمكم. ان شاء الله بنزوركم بظروف افضل وبنزوركم بالضيعه ان شاء الله، وهي بترجعوا مرفوعين الراس ونكون معكم ان شاء الله. يا باغي الخير اقبل، اذا حدا بده فعلا قلبه على الناس بالمخيمات محتاجين يجي على هاي المنطقه اللي قليل ما تزورها وسائل الاعلام. اذا حدا فعلا قلبه على المهجرين، على الاباء والامهات اللي هم بمثابه ابائنا وامهاتنا بكل تاكيد، يجي على هاي المنطقه راح يسمع ويشوف بعينه اشياء ما ممكن لحدا يصدقها.